الشاب حسن طاهور كان قاب قوسين أو أدنى من الموت غدرا. إلى حدود اليوم لم تفارق مخيلته انغراس السكين في أجزاء من جسده، قطعت عروق وأعصاب بيده ليختتم الجاني هيجانه بذبحه. مع ثلاثة كنحلوا عليهم الزنازين ديالهم باش تكون فترة ديال الفسحة. فتحنا عليهم الزنازين ديالهم، خرجوا السجناء للفسحة ديالهم. كنعاود لك بالضبط مع ثلاثة ونص بالضبط. هاد السجين اللي يقوم بهاد الكارثة دخل البلاص ديال الهاتف باش يدير هاتف، باش لانهم عندهم الهاتف تماك. واحد الوقيته تقريبا دوز واحد 5 دقائق لداخل ديال هذا، خرج جالي من اللور. في هذيك الفتره اللي جاني من اللور بهذه المساله دار لي، انا درت نشوف شكون لقيت الوقيته اللي هزيت عنقي كيتلاعب عليا هو بيديه، كيهز لي العنق ديالي. مع هذيك المساله اللي هز انا حسيت بهذيك ماشي مساله ماشي عاديه، لانه هذيك الوقيته اللي هز تنهز عيني تنبان وصل لي بدك الجنوي العنق ديالي. الوقيته اللي يوصل لي العنق ديالي بالجنويه ما شعرتش براسي، تلاحيت لي على الجنويه، بقيت شاد الجنويه بيديا. يعني شاد الجنويه هو كي هذا، واحد الوقيته لان السكين دخل لي في اللحم ديالي ما قديتش نريزيست، رخيت جبد عليا دا لي العنق ديالي. الوقيته ديك الوقيته اللي غادي انا غادي نط باش غادي ندفعو بداك الحر ديال هذا، ناض الصديق ديالي اللي معايا في العمل، ناض بغى يزيد ليه. الوقيته اللي رخى مني انا هربت عليه، مشات لح الصديق ديالي هذا مخي. انا ديك الساعه فاش وقفت الدم بدا يخرج ليا من فمي ومن العنق ديالي، لان في الاول كنت حسيتي بالحر ديال يدي ما ديتش، ولكن الوقيته اللي وقفت هذا خرجت ليا هذا، بديت تنخرخر صافي المساله ما بقيت. الوقيته اللي ناض لي هذا اش يبان ليا، كيبان ليا تيضرب في الصديق. حاولت هذا ما لقيت ما هذا، هربت. اللي لقيت هي واحد الزنزانه ديال واحد السجين اللي دخلني لعندو وسد عليا تماك لعندو في الزنزانه. هو تيبان لي عاوتاني من بعد كنسمع غير الصوت ديال الصديق ديالنا اللي غادي يتوفى الله يرحمه، بانه كيغوت تيقول لي اش بغيتي عندي ابراهيم، راني عندي وليدات. ساعات عصيبة عاشها الضحية حسن طهور كادت أن تكون حاسمة في بقائه على قيد الحياة لولا تدخل أحد السجناء لإنقاذه وحمايته في انتظار وصول التعزيزات الأمنية. أنا بقيت في ديك الزنزلة لأنه هو بقى من حاصرنا تماك من تقريبا من 3:30 حتى 6:15 تنزفت قلت لي بالدم ما بقى فيا. ديك الساعه ما بقيتش عاقل اشنو كندير ولا اشنو ديك الساعه فقدت الوعي ديالي. لم يكتفي السجين القاتل بذبح حسن طهور، بل زاد في شناعه فعله الاجرامي بقتل حارس اخر وجرح 4 اخرين بجروح متفاوته الخطوره، منها ما خلف عاهه مستديمه. ساعات من العراك والهيجان لم يعي بها حسن لانهيار قواه الجسدية بفعل النزيف الحاد من مختلف جروحه. من استرجعت الوعي ديالي لقيت راسي في السبيطار. وشنو وقع لك انت في السبيطار؟ لقيت راسي بانني مذبوح. من بعد عاد غادي يشرح لي الطبيب بانه قام لي بالعملية من خلال عندي 38 غرزة من الداخل و 36 غرزة على برا، والحمد لله لطف الله هو اللي نجاني. اما بالنسبه ليدي في العمليه الاولى هما ما كانوش عارفين بانهم مقطعين لي لي طوندون دوك لي فيبر دوك المسائل، داروا لي عمليه لانهم ديك الساعه هذا. من بعد العمليه الاولى لانهم من طبيب جاء الطبيب اختصاصي هذا كيلقى بانني مشاو لي لي طوندون، كان خاصني عمليه اخرى. بقى
قمت بديك العمليه داوني البوليكلينيك، داروا لي ديك العمليه من بعد واحد الربع ايام ولا خمس ايام من فقت من الكوما، داروا لي العمليه ديال على يدي، وفعلا ما العمليه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وانا مازال باقي كنعاني دابا من يدي مازال، لان مشكل مازال باقي ديال ثلاثه الاصابع باقي عندي مازال ما تنحركش. باش ترجع للوضع الطبيعي ما يمكنش ترجع للوضع الطبيعي، لانه العمليات تطلب بزاف ديال الوقت، ونتمنوا من الله باش تكون شويه احسن، ماشي ما غاداش تكون شي 100% باش ترجع للكيما كانت، ولكن نتمنوا من الله باش ترجعي 30%، لان هادشي اللي كيقولوا الاطباء. مجموعه ديال التاثيرات النفسيه والجسديه لانني باقي كنعاني منها لحد الان، لان التاثيرات النفسيه لانني الاداره كانت درت لي بسيكولوج واللي دوزت معايا تقريبا سنه، والان مازال باقي كنعالج مع جوج ديال الاطباء نفسانيين، ومازال باقى الحاله النفسانيه باقى، لان واحد المساله ما يمكنش اي انسان شاف الموت وشاف بعيني وشاف ناس اخرين تيموتوا قدامه غادي، لان ما هذه المساله ما، لان اطباء نفسانيين كما شرح لي قال لي ما يمكنش على الاقل خاصه واحد 7 سنوات على الاقل، ومع الاستمراريه ديال الجلسات وهذا عادي يمكن تحيد. ولان واحد المساله اخرى، لان الناس اللي كتعرض لهذه المسائل لهذه الاحداث بحال هكا كيشوف فيها الموت كيشوف فيها، لانه كتاثر عليه من